اهلا بحضراتكم مره تانية. يعني ايه ابقى عايش عمري كله متربي واكل نايم شارب متعلم في نفس البيت مع اخويا، وانا وهو لما نكبر نبقى اغراب عن بعض؟ الحقيقه انه موضوع يدعو للتساؤل وللتامل. ايه اللي حصل في تربيه بعض الاخوات بالشكل اللي يخليهم يكبروا ويبقوا اغراب عن بعض، وعلاقتهم ببعض اما متوتره او علاقه سطحيه محدش له دعوه بالتاني؟ بنشوف نماذج كتير لاخوات كده، في حين انه مثلا انت ممكن تتربى مع حد من الجيران لمجرد ان هو ابن حتتك او كان بيقف معاك على الناصيه او صاحبك في الدروس او في المدرسه او في فريق كوره، وتقول ده عشره العمر اللي ما اقدرش استغنى عنه ابدا، فلان ده انا حافظه وما توهش عنه وكل اسراره معايا، ومنين ما يحتاجني لازم اكون في ظهره. ازاي يطلع شخص يبقى منتمي لاصحابه او حتى لشريك حياته اكتر من اخوه او اخته اللي اتربوا في بيت واحد؟ احنا عاوزين نحط على طريقه التربيه اللي بتطلع اخوات اغراب عن بعض، اخوات سهل قوي يقطعوا بعض وسهل جدا يقعدوا بالسنين ما يسالوش على بعض. بالتاكيد البذره وهي بتكبر اكيد اتحط معاها حاجه غلط وتشربت بشيء عمل الجفاء ده على مر السنين. طيب هل في حد واجه ده يقول لنا فين الغلطه؟ وايه سبب ان انا ممكن اربي ولادي وفي النهايه ما يبقوش سند لبعض في الدنيا ويطلع منهم اتنين زي مجرد المعارف، واحيانا يطلع اتنين للاسف زي الاعداء؟